لسه بنوصل مع حضراتكم متابعة الأصداء الإيجابية اللي أعلن عنها سيادة الرئيس بخصوص رفع أجور العاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور والزيادة في المعاشات وتوسيع قاعدة الفئات المستفيدة من برامج تكافل وكرامة، وده لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. صحيح يا بسنت، وزي ما قلتي التوجيهات دي ربما هيكون ليها آثار إيجابية على عدد كبير من المواطنين. ده هنعرفه في فقرتنا دلوقتي بصحبتنا الدكتور احمد بيومي الباحث بوحده الاقتصاد والطاقه في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. صباح الخير يا دكتور، اهلا بيك منورنا. يعني في البدايه حابين نعرف تاثيرات حزمه الاجراءات دي ايه، وخلينا نتكلم عن التاثيرات عفوا الايجابيه لقرارات سياده الرئيس. تمام، طبعا احنا تابعنا قرارات سياده الرئيس اتخذها بخصوص زياده معدلات الاجور للعاملين بالدوله والمخاطبين واللي هم الكادر الخاص واصحاب المعاشات. عايز اوضح طبعا ان الزيادات دي بتاتي في سياق فلسفه الدوله في ان هي بتحاول تقلل التحديات الاقتصاديه اللي بيواجهها المواطن المصري، واللي جزء منها ناجم عن تحديات عالميه وجزء منها ناجم عن بعض القرارات الاقتصاديه الاصلاحيه داخليا الخاصه باعاده تسعير سعر الصرف بالشكل الصحيح علشان يخدم الهيكل العام للاقتصاد. الطبيعي ان كانت الاجور الخاصه بالعاملين في الدوله بتزيد في الموازنه العامه للدوله الجديده اللي هي بيتم اقرارها في شهر 3 وبيتم تطبيقها بدايه من يوليو القادم. لكن ما حصل هو اجراء استباقي بزياده الاجور دي في شهر ابريل، طبعا علشان مراعاه لاوضاع ان احنا داخلين على رمضان وداخلين على مناسبات، فالمواطن المصري هيحتاج ان هو يشتري بعض المستلزمات، فده هيتطلب قوه شرائيه. وبناء عليه كانت القرارات بتطبيق الزيادة دي بداية من أول إبريل بدلا من يوليو القادم. الشهرين الثلاثة اللي احنا بنتكلم عنهم دول هيكلفوا الموازنة العامة للدولة مليارات، بس عشان نبقى فاهمين ان الشهرين بدري دول بس مش حاجة صغيرة. القرارات كانت بزيادة مقطوعة في الأجور بألف جنيه، وهنا حابب أوضح ان الزيادة المقطوعة حد أدنى ألف جنيه. الزيادة المقطوعة في الأساس بتكون في صالح أصحاب الدخول المنخفضة، يعني على سبيل المثال لو أنا دخلي 2000 جنيه وزدت 1000 جنيه فأنا زدت 50%، لكن لو أنا دخلي 5000 جنيه وزدت 1000 جنيه فأنا زدت 20%. بس فالزيادة المقطوعة هدفها الأساسي هو الانحياز للطبقات الأكثر احتياجا، ده أول حاجة. تاني حاجة طبعا الزيادة اللي تم إقرارها اللي هي 15% بالنسبة للمعاشات، والمعاشات مش أول مرة تزيد المرة دي، يعني في شهر أكتوبر الماضي زادت وفي بداية العام الماضي زادت برضو، وده بيدل على أن دايما في نظرة خاصة لأصحاب المعاشات بمحاولة تعويض أجورهم علشان يلاحق التغيرات اللي بتحصل في الأسعار وفي الاقتصاد بشكل عام. فطبعا هيكون لده مردود إيجابي كبير، أولا على زيادة الطلب محليا، استمرار المواطنين في القدرة على الشراء، وزيادة الطلب أو وجود طلب بشكل أساسي هو المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد. إحنا شايفين العالم كله تقريبا بيتبع سياسات انكماشيه، بيحاول يقلل الاجور او ما بيزودهاش. المظاهرات في اوروبا وفي فرنسا وفي كل حته بتطالب بزياده الاجور وبارقام اقل من 10%، ولكن القيادات السياسيه في تلك الدول بترفض بسبب ان هم خايفين من موضوع التضخم، وهم عندهم اجنده اقتصاديه، احنا عندنا سياسه تقشفيه بنوفر، احنا في ازمه اقتصاديه، فما بي ما بي ما بينفذوش القرارات الخاصه ب مطالبات المواطنين. احنا هنا الحمد لله القياده السياسيه بتاخد الاجراء بدون ما يكون في مطالبه اصلا، وكمان اجراء استباقي. حضرتك نسيت برضو معاش تكافل وكرامه، ربما ذكرت العاملين في الجهاز الاداري للدوله واصحاب المعاش. معاش تكافل وكرامه البرنامج طبعا ده اللي بيتم تطبيقه مع وزاره الضمان الاجتماعي، واللي حاليا وصلت موازنته تقريبا لحوالي اكثر من 25 مليار، هيستفيد جزء كبير جدا من الزياده المطروحه. واحنا عارفين ان معاش تكافل وكرامه هو فكرته مش بس منح فلوس، هو برنامج مشروط بالعديد من المتغيرات الاجتماعيه، زي مثلا ان الاسره لازم تودي الاطفال الى المدرسه علشان يمنع تسرب التعليم، ان يكون في مراجعه بشكل دوري للوضع المالي للاسره، لان في نهايه برامج الدعم النقدي اللي بيتم توجيهها اسمها بيسموها برامج استهداف، يعني انا بدعمك بس انا بدعمك علشان ظروفك تتحسن وانك تخرج بره برنامج الدعم النقدي وتبتدي تعتمد على نفسك.
مش دعم الى ما لا نهايه. فطبعا برنامج تكافل وكرامه هيكون دي جزء كبير من الدعم النقدي الموجه، واللي هيستفيد بيه اكثر من 6-7 مليون اسره تقريبا في مصر. حضرتك بتتكلم عن يمكن حزمه من الاجراءات اللي بتحصل في شهور قبل اوانها بشويه، وده عشان الدوله تخفف شويه العبء من على المواطن. حابه اعرف طيب العباء بقى على الدوله نفسها، حضرتك قلت ان ده بيكلف الدوله يمكن مليارات، احكي لنا يعني بنتكلم في حوالي قد ايه، انه الفرق الشهور البسيط ده يمكن يكلف الدوله مبلغ كبير. يعني لو خدنا على سبيل المثال الزياده اللي الدوله اجرتها العام الماضي قبل شهرين من ميعادها الاساسي، كلف الدوله تقريبا 30 مليار جنيه زياده في الاجور. احنا عندنا العاملين بالدوله تقريبا 5 إلى 5.5 مليون عامل، عندنا درجات طبعا مختلفه، الزيادات مختلفه، هي زياده مقطوعه 1000 جنيه ولكن الحاملين لدرجه الماجستير بياخدوا 5000، الحاملين لدرجه الدكتوراه 6000. فالزيادات دي هتكلف لو احنا بارقام العام الماضي بس، ولا اكيد هتكون اكتر من كده، هتكلف الدوله تقريبا بنتكلم في حوالي من 30 ل 35 مليار جنيه على الاقل. لكن لسه الارقام طبعا وزاره الماليه هتحسبها وتطلعها بالتفصيل، حجم التكلفه بالظبط هيكون كام. برامج الحمايه الاجتماعيه لو عملنا لها دراسه، وحضرتك باحث يعني في مركز بحثي مهم، لو بصينا للاقليم او بصينا للعالم عامله ازاي في الوقت ده؟ طيب هي برامج يعني احنا مختلفين ولا متميزين ولا عادي، ولا تقييمك لمصر في برامج الحمايه الاجتماعيه؟ احنا وفقا لتقرير التنميه المستدامه الخاص بالامم المتحده، كانت مصر واحده من اهم من اكثر الدول تميزا في تطبيق برامج الحمايه الاجتماعيه. احنا عندنا برامج حمايه اجتماعيه مختلفه، عندنا طبعا برنامج تكافل وكرامه، عندنا برامج اخرى تابعه لوزاره الضمان الاجتماعي برضو مشروطه. البرامج دي بيتم تطبيقها دايما بفلسفه بيكون هدفها الاساسي ان انا مش بس بقدم دعم، انا بقدم حزمه متكامله من الدعم، من تحسين الوضع المعيشي، من تحسين جوده حياه المواطنين سواء بتحسين التعليم، من تحسين الصحه بتقليل النسل وربطها بمعدلات الانجاب. ف كان الدعم زمان يعني ممثل في ازازه زيت وسكر بالظبط، كان الدعم كان زمان الدعم في وزاره التموين، النهارده بقى في التضامن، بقى في الفود الاكل يعني بالنسبه حتى مبادره كلنا واحد الداخليه، حتى مبادره مش يعني في مجموعه وحياه كريمه طبعا حياه كريمه. فالبرامج لا برامج الدعم الاجتماعي المصري مكثفه جدا، شديده جدا، مركزه، والحقيقه محطوطه ب ب ب في سياق سياسات عامه بيخدم حزمه على بعضيها من القرارات. يعني بقدم برنامج تمويلي هدفه الاساسي احسن مستوى الفقر، هدفه احسن مستوى الصحه، هدفه احسن مستوى التعليم. فبطلع في نهايه الامر ان انا ساعدت السنه اللي فاتت 5 مليون اسره، في منهم 100,000 اسره خرجوا بره. خرجوا بره ده معناها ان هم بقى وضعهم احسن، مش خرجوا بره ده ان هم ما بقوش يخرجوا، خرجوا بره بقى وضعهم احسن، بقى تعليمهم ولادهم اللي اتعلموا بقوا يشتغلوا في اماكن افضل، فبقى دخل الاسره اعلى، فخرجوا بره منظومه الدعم الاجتماعي الخاصه بالتكافل والكرامه، وسابوا فرصه الى اسر جديده تنطبق عليها الشروط ان هي تنضم. وهو ده الهدف الاساسي من تطبيق برامج الدعم الاجتماعي في كل دول العالم، ان هم بيطبق برنامج بركز في البرنامج ده على تحقيق بعض الاهداف، براجع الاهداف بتاعتي اللي انا حققتها كل فترة من 6 شهور لسنة علشان أخد إجراءات تصحيحية، ثم الأسر اللي نجحت إن هي تعدي الخط بتاع الفقر أو الخط اللي أنا حطه للبرنامج ده بتخرج من البرنامج، ربما تدخل برامج أخرى، لكن بتدخل من بتخرج من البرنامج ده وبيدخل مكانها ناس تانية تستفيد علشان نرفع مستوى التنمية العامة بشكل عام في البلد. احنا بنتكلم على خطوة في الطريق الصح، هل احنا ممكن نشوف الفترة الجاية خطوات تانية بتعقب هذه الخطوة عشان نحقق التوازن ما بين الغلاء في الأسعار وما بين الحالة الاقتصادية للمواطن النهاردة؟ طبعا احنا عارفين جزء كبير من الغلاء في الأسعار سببه هو إعادة تسعير سعر صرف الجنيه المصري. احنا وفقا لميزان مصر التجاري الخارجي كان لقرارات إعادة تسعير سعر الصرف أثر إيجابي على زيادة الصادرات المصرية. زيادة الصادرات المصرية لأرقام وصلت إلى حوالي 53 مليار دولار، ده بيعكس إن في تدفقات أجنبية دولارية جاية إلى مصر. مع وجود استقرار في الأوضاع العالمية وبداية الولايات المتحدة الأمريكية إنها تخفض لأسعار الفائدة، هيبتدي يحصل استقرار في السياسة النقدية عالميا ويخف الضغط على
استثمارات صحيح. الحافظه الاجنبيه صحيح. وده هيخلي قيمه الدولار صحيح. تنزل شويه فيحصل شويه توازن في الاسعار. أي. احنا طبعا هنكمل مع حضرتك لكن دلوقتي هنروح لموجز الاهم واخر الانباء مع دينا. اتفضل يا دينا. شكرا لك يا بسنت. شكرا ليك يا دينا. يعني ما زال الحوار متواصل حوالين حزمة الحمايه الاجتماعيه اللي اقرها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنعود مره اخرى للدكتور احمد بيومي باحث في مركز الفكر والدراسات الاستراتيجيه علشان يطلعنا على يعني تحليله او رؤيته لهذا الامر. مرحب بحضرتك مره ثانيه يا فندم. اهلا وسهلا. يعني في حد ممكن يقول انا النهارده برفع ايضا قصه الاعفاء الضريبي من 24 ل 30 الف جنيه، الدولة هتستفيد ايه وده هيأثر على قطاع كبير من المواطنين عامل ازاي؟ طيب خلينا نفهم الاول يعني ايه اعفاء ضريبي. الاعفاء الضريبي هو كل مواطن ليه اجمالي دخل بياخده، على سبيل المثال في المواطن بياخد 3000 جنيه ف 3 في 12 ب 36000 جنيه. ال 36000 جنيه دول في زمان قبل ما بيدفع ضرايب، الضرايب طبعا ضرايب الدخل هي ال 20% هي شرايح مش يعني مش 20% مش على اجمالي الدخل. فال 30000 جنيه دول زمان كان بيتخصم منهم 24000 جنيه دول معفيين من الضرايب ما بيدفعش عليهم ضرايب، وبيتبقى 6000 جنيه بيدفع عليهم رقم ال 20% ضريبه الدخل. الوضع الحالي ان الرقم ده لما زاد لل 30 فاصبح ان انا لو دخلي 30 ف 30 ناقص ال 30 فانا ما بدفعش ولا جنيه ضريبه، بدفع فوق الرقم بتاع ال 30 ده، اي رقم باخده فوق ال 30. فده ليه انعكاس على الناتج النهائي لصافي الدخل اللي بيبقى لي كل سنه. طبعا هو بيتحسب شهريا وبيتم تسويته سنويا وبتتظبط في اخر السنه الاستقطاعات او الخصومات دي. فالاجمالي الاثر النهائي على رفع حد الاعفاء الضريبي من 24 الى 30 زياده بقيمه 6000 جنيه، يعني 6000 في 20% ده الفرق اللي هيزيده المرتب نتيجة ان انا مش هدفع ضرايب على ال 6000 جنيه اللي انا كنت بدفع عليهم قبل كده. فده طبعا بالاضافة الى زيادة الدخل وبالاضافة للزيادة كنسبة مئوية وكنسبة مقطوعة مع تعديل الشريحة الضريبية بيصب في الناتج العام، لان صافي الدخل المتبقي للمواطن بيكون قيمته اعلى كرقم. طيب احنا النهارده بنتكلم عن يمكن حزمه من الاجراءات اللي بنتكلم ان هي هتخفف الاعباء على المواطنين. النهارده المواطن محتاج دايما، كمان احنا مش بس بنتكلم عن الاجراءات دي، كنا بنتكلم على ان الرئيس دايما مهتم انه يطلع يتكلم مع المواطن لما بيبقى فيه اي حتى مغالطات او اي اشاعات او الحاجات دي كلها. أهمية أنه دايما الرئيس بيتكلم مع المواطن إيه لتصحيح دايما المفاهيم اللي يمكن بتبقى عندنا كلنا مغلوطة في بعض الأحيان، وأنه موجود وأن الحكومة ودايما حتى الرئيس أكد على فكرة أنه إحنا الحكومة والمواطن هم حاجة واحدة، إحنا مش حاجات متفرقة عن بعض. إحنا يعني لو المتابع لوضع السياسة في مصر في الفترة من قبل 2014 لبعد 2014 هيلاقي أن في تغير كبير جدا في فلسفة الحوار ما بين القيادة السياسية وما بين المواطن. قبل الفترة 2014 كانت القرارات بيتم اتخاذها بمعزل عن المواطن دون إدارة حوار مجتمعي. من أول 2014 كانت الرسالة الواضحة هي أن المواطنين شركاء في كل القرارات الاقتصادية، أن الوعي هو المعيار الأساسي بالنسبة للمواطن في مصر، وأن يعني كانت القيادة السياسية شايفة دايماً ان هي ملحمه الوعي وان احنا لازم نبني الوعي وان المواطن لازم يبقى فاهم احنا ليه بناخد القرارات دي وليه بنعمل الكلام ده، وحط نفسك مكاني علشان تعرف ان القرار اللي انا باخده ده هو القرار الانسب للمرحله الحاليه. الحوار ابتدى بلقاءات تلفزيونيه ثم انتقل الى المؤتمرات الشبابيه اللي كان بيتم تنفيذها في كل محافظات مصر، كانت بتنفذ تقريبا كل 3 شهور او 4 مرات في السنه. ثم بعد كده انتقلنا إلى مرحلة وجود بقى حياة كريمة على أرض الواقع بمتطوعيها وبشبابها اللي على طول دايما هم في حوار مع المواطنين في ظل إن هم بيقدم لهم خدمات، بيسألوهم أنتوا عاوزين إيه احتياجاتكم، وهي حلقة الوصل ما بين مؤسسة حياة كريمة طبعا أو الدولة ما بين المواطنين. هنلاقي إن حاليا مؤتمرات حياة كريمة طبعا في كل محافظات مصر تقريبا بشكل شهري بيتكلموا مع الناس، بيسالوهم انتوا محتاجين ايه، ايه اللي هيغير حياتكم، ايه الاولويات بالنسبه لكم، لان في النهايه انا دوله محدوده الموارد
ولازم يكون عندي أولوية في كل محافظة. فأكتر حد عارف هو عايز إيه هو المواطن. هو بيقول أنا محتاج هنا المدرسة الأول قبل قبل المستشفى، أنا محتاج لأ اصرف لي الشارع أو اعمل لي صرف الصحي قبل ما تعمل لي المدرسة. فده كانت دي كانت الفلسفة بتاعت الإدارة الحالية، إن هم تبقى مرنة ذكية بالظبط، إن هم مرنة، إن هم بيشركوا الناس في القرارات، إن الناس لازم تبقى فاهمة احنا ليه بنخفض قيمه صرف العمله، احنا ليه بنرفع سعر الفايده. شفنا ده احنا في محافظه المنيا لما الرئيس مشي من منطقه الافتتاحات في المعصره بالليل، المواطنين جم في هذه المنطقه كانها يعني كورنيش اسكندريه المنتزه بالظبط خرجوا فيها يعني بالزبط. وكان في احتفالات كبيره يعني، هو وفي يعني بنشوف رد فعل على الارض زي ما بيقول بالظبط. هو المواطن يعني احنا بنحس ان احنا مش عايشين لوحدينا. أيوة. احنا لا، الناس شايفانا، الناس عايشة معانا وحاسة بينا. مش ان المواطن بيتكلم في ناحية والحكومة في ناحية تانية، دي اهم حاجة. بالظبط كده، ان لا، ان الناس دي شايفة معانا، الناس دي على ارض الواقع شايفة معانا، شايفة اللي بيحصل. الدولة بتستخدم الياتها وسلطاتها التنفيذية في ان هي تبقى فاهمة ايه اللي ليه مردود ايجابي، ايه اللي ليه اثر ايجابي، ايه اللي يحسن جودة حياة المواطنين. فطبعا الحوار بشكل عام او خلق حالة من الوعي والحوار الدائم ما بين يعني سواء كان حوار وطني بين القياده السياسيه المثقفه او ما بين المواطنين بشكل عام من خلال منابر الاعلام او من خلال مؤتمرات او من خلال ان الرئيس يطلع يكلمهم باللهجه العاميه البسيطه عشان يفهمهم ويوجه دايما اعضاء الحكومه اللي هم كلموا الناس فهموهم اشرحوا لهم، لان هو في النهايه المعيار الاساسي لنجاح وبقاء الدوله دي ولخروجنا من اي تحدي هي الوعي والادراك لاهميه تفاصيل التحديات اللي موجوده في المرحله الحاليه. نشكرك الدكتور أحمد بيومي الباحث بوحدة الاقتصاد والطاقة، طبعا نشكرك على وجودك معنا النهاردة وعلى تحليلاتك، دايما منورنا في صباح الخير يا مصر. شكرا لك. شكرا.